أسواق ضخمة للثياب المستعملة، شركات كبرى تصدر وأخرى تستورد، والأهم أن الأغنياء أيضاً أصبحوا يشترون المستعمل، خاصة مع انتشار ثقافة الاستدامة. ومع زيادة تضخم سوق أو ضخامة سوق المستعمل عالمياً، زادت إيراداته لتصل لأرقام قياسية. أكيد هناك تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. اشتري معظم لبسي من الوكالة. الوكالة مش بس توفير فلوس زي ما كل الناس فاكرة، فخليني أقول لكم أنا ليه بشتري من الوكالة. أول حاجة هي أني ما بحبش فلوسي تروح لماركات الموضة السريعة، الماركات اللي هي مش بتدي العمال حقوقها. لو أنتوا مش عارفين هي إيه، ممكن تشوفوا الفيديو اللي أنا عملته عن الموضوع ده. تاني حاجة، الهدوم أسعارها قليلة جدا والجودة بتاعتها حلوة جدا، فممكن عادي تشتري بليزر حريق طبيعي ب50 جنيه، دي قصة حقيقية مبدئيا، وبعدين ترجع وتعمل سيرتش وتكتشف أنه من براند بتبيعه بحوالي 15,000. تخيلوا، سوق الملابس المستعملة قفز بإيرادات شركة فينتيت للملابس المستعملة لأكثر من 18 مليون يورو، حيث عوضت الشركة خسارة قدرها 17 مليون استرليني في 2022 إلى أرباح فاقت التوقعات. وطبعا تعتبر فينتيت إلى جانب إي بي وديبوب من أكبر شركات الملابس المستعملة. أما عن آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا، فتبلغ قيمة إيرادات أسواق الملابس المستعملة الآن عشرات المليارات من الدولارات سنويا. وعن قيمة طبعا العائدات بالنسبة للأفراد، فإليكم مثالا إيزابيلا، فتاة في العشرينيات من عمرها وتمتلك عملا تجاريا يبيع الملابس المستعملة. تخيلوا كم بلغت عائداتها، 800 ألف جنيه استرليني، وما زال العمل ينمو. أخيرا، يسهم المؤثرون طبعا والمشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي في إصلاح الارتباط بمخزون المتاجر الخيرية، إضافة إلى زيادة الوعي بالتأثير البيئي للأزياء. طبعا حنتكلم في هذا الموضوع بتفاصيل أكثر. نرحب في الاستوديو بالمدونة وخبيرة المظهر نيرفانا. يسعد صباحك نيرفانا. صباح الخير، ومرة شكرا على الاستضافة، ومرة شكرا لوجودك معانا، خصوصا أنت دائما تتكلم عن إعادة التدوير، وأننا نبتعد عن الفاست فاشن، وكيف نختار الأشياء اللي تكون صديقة للبيئة وكذا. الآن لما نقول إنه الأسواق هذه بتنتعش، اللي هي شراء الملابس المستعملة، صح، وفي أغنياء بيشتروا، إذن إيش هو المبدأ حقها؟ مبدأ حقها إنه الناس بدأت تشوف حقيقة إيش بيسوي الفاست فاشن، وصارت الناس دحين بتدور على نمط حياة أبطأ شوية. فلو حتبطئي نمط حياتك، حتبطئي أسلوب شرائك واستهلاكك للملابس، فحتدوري على بدائل مرة كثير. أحد هذه البدائل الملابس المستعملة، أو الفينتج كلوز، صارت دحين مرة بوبيلر، وصار لها أسواق، صار لها أسواق وليها أو في رغبة، لأنه ينتعش المجال أو يظهر ويكتر لما يصير في مستهلك لهذا المجال. فهذا المجال كثير دحين، فصارت الناس تبغى. طيب، معناته أن هناك في معايير معينة في هذه الملابس المستعملة، أكيد مش أي ملابس مستعملة. أبحث عن ماذا أنا من أقول أيوة. في هو المستعمل موجود فيه زي كل حاجة، ما هو مجال مرة كبير ومفتوح، حتلاقي من 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 أغلى شيء لأرخص حاجة مستعمل. أنت لو حتشتري مستعمل إيش حتختاري؟ أنا لو سألتيني حقول لك أشتري أشياء كلاسيكية، أشياء هاي كواليتي، روحي للمستعمل. هنا عندنا القطع دي اللي وريتك هي، اعتقد ما في حد ما يعرف الترنش كوت حق بربري. بربري معروف، هذه قطعه يعني فينتج رائعه جدا. لو اشتريتيها مستعمله او اشتريتيها اصلي، انا بالنسبه لي كانك اشتريتيها هي نفسها، لانه هي هاي كواليتي في الحالتين بتحفظ نفسها مره. طيب، انت مشتريتها مستعمله؟ ما هذا مستعمل، هذا مستعمل، الشنطه دي مستعمله. يعني مثلا هذه كم سعرها الحقيقي وبكم اشتريتها؟ اعتقد سعر الحقيقي ب 12، أعتقد 12,000 ريال سعودي. طيب، أنا أخذتها في حوالي 5.6 تقريباً، إحنا بنتكلم نص السعر. والشخص اللي قبلي، هم طبعاً الموقع يقول لك مين الشخص اللي قبلك كانت عنده القطعة دي، فكانت هذه عند واحدة يابانية. أنا حابة أعرف الستوري حق القطعة قبل ما أشتريها، فكانت القطعة عند واحدة يابانية. ف
انت تعرفي اليابانيين كيف طريقه استخدامهم للاشياء، احترامهم لللبس ولكل حاجه في حياتهم. القطعه جاتني حرفيا كانها جديده. مو هو ده، انا كانها جديده. كيف المعايير اللي لازم اتبعها عشان اختار هذه القطعه؟ في ناس يخاف يقول لك لا هذا ممكن حق واحد وتوفى. هو صراحه فيها قويه، يقول لك طاقه الشخص هنا، شخص حزين، الشخص مكتئب. ايوه مش صراحه لو سالتيني هذه الخزعبلات انا شويه احب اصدقها. صدقيها. اي حاجه تخص طاقه الغير انا اصدقها مره، انا احس احنا مخلوقين من الطاقه. بس الثينك از صراحه انا اقول لك واقولها دائما، احس الشمس تعالج كل شيء. انت لو حتاخذي قطعه اكيد ما حتلبسيها على طول، مستعمله ولا جديده لازم حتغسليها. فانا لو حاخذها حغسلها وبعدين احطها في الشمس، حخلي الشمس تتعامل مع طاقتها اذا فيها طاقه. اي بالضبط، يعني هذا الشيء اللي نخاف منه. عموما كمان خلينا نشوف راي الناس في هذا الموضوع، وسالناهم انه ايش اللي يدفعك لشراء ملابس مستعمله. ما بشتري تياب مستعملة عن جد. أنا بحب الأساس اليونيك أكثر، ولما بتروح ثريفت شوبينج بحس إنه بتلاقي قصص ما بتلاقيها بكل مطرح، فمشان هيك بحب. وكمان مشان نقلل الاستهلاك طبعاً. أنظف أحسن، صناعة أوروبية مثلاً أجنبية، وقلة المصاري. الأحسن تروح بتجيب بضاعة أوروبية وشبه جديدة أصلية، وبتيجي من برا بضاعة أوروبية بتضوين عنا، غير بضاعة الجديدة غسلة غسلتين متليها زغرت. أكيد مكملين مع المدونة والخبيرة في المظهر أكيد نيرفانا. نيرفانا كمان أنا لاحظت هنا في شنطة. أيوة. وهذا يمكن أكثر شيء الناس يدور عليه، الشنط الفينتج الكلاسيكية. أيوة. لأنه أنا حقول لك هذه القطع اللي ما تتكرر. دحين قلت شيء ما صار يسوي من الشنطة دي أنيمور. أيوة. هذه قطعة من التسعينات. حلو. يعني الناس دحين بالذات صار تدور على الأشياء القديمة التسعينات ويصاروا يقدروها مرة. احنا كلنا نعرف انه صناعه الحاجات القديمه هي احسن ألف مره من دحين. مزبوط. ليش هذه الشنطه في، يعني هي كانت عند احد وغير استعملها. انا مستخدمه الثالث للشنطه دي. انت متخيله مستخدمه ايه؟ انا مستخدمه الثالث، يعني انا ثالث واحده اشتريت الشنطه دي. ايوه، يعني في اثنين قبلي مشترينها ومن التسعينات. لو تشوفيها كيف الشنطه ماسكه نفسها، يعني جودتها جدا شيء مو عادي. يعني يمكن حتى جوتشي الجديده ما حتكون بنفس قيمه الشيء القديم وبنفس قوه صناعته. مزبوط. فحتى الصناعه والايدي العامله والاشياء دي كلها اختلفت عن زمان. فالناس كلها صارت دحين تدور على الاشياء اللي تقعد معاك فتره مره اطول. وهذا اللي نبغاه، لانه زي ما وهذا صراحه اللي نبغاه. الجيل الجديد منه يدمر البيئه استهلاكي، غير كمان خلي بالك ترى جنزي الجيل الجديد دحين هذا اللي هو دحين مسيطر على 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 سوق اللي محاصل دحين، آراءهم مختلفة عن آراءنا ومختلفين مرة ومتغيرين وبيحاولوا يكونوا نشيطين مرة في مواضيع البيئية هذه. ممتاز. فهم هدول أول ناس بيدوروا عندي الأشياء، وبعدين إحنا الميلينيلز، أنا ميلينيلز بعدهم وإنتي أنا. طيب بس إنه طب فين ألاقيها؟ يعني أنا الآن أبغى هذه الأشياء، هل هي على الويب سايت ألاقيها؟ في مواقع، في مواقع للأسف البلدان العربية ما فيها كتير فينتج ستور where you can go and check yourself، لأنه هذه الأشياء عن غيرها من الجديد لازم تروحي تشوفيها وتشيكي. لو حتشتري الشيء ده أونلاين في مواقع مرة معتمدة الناس كلها تعرفها ومعروفة إيش هي، تضمن إنها أصلية وتعرف جودتها مرة ممتازة. لكن إذا حاجة أنت ما تعرفيها مرة كويس، أنا صراحة ما أشجع مرة كتير إنك تشتري شيء مستعمل من حاجة ما متأكدة منها. ولازم تكوني عارفة إنه هذه الأشياء في العادة يكون في معاها يدوكي ورقة إنه أوثنتيكيشن إنه هذا الشيء أصلي وحقيقي من جد، لأنه الناس كثير تعرضت لي أشياء ما هي كويسة طبعاً. طب بعيداً عن الماركات، أيضاً في صناعات بتكون يدوية وصديقة للبيئة ومستعملة لكنها مش ماركة، ولكن صناعتها تكون جيدة بلا جداً. بلا شك بلا شك، أنا دائماً أقول المكان اللي أنت عايشة فيه صناعته حتكون مرة ممتازة. دائماً شجع اللوكل قبل ما تروح إذا تشتري براند، شجع اللوكل قبل أي شيء، بعدين روحي للشيء للبراند اللي بعده. حتى كذا ولا كذا في كل الأحوال أنت لازم يكون في عندك الأدوات اللي تعرفي فيها إنه هذا الشيء جيد. ما هو ده، أنا لازم تكوني تعرفي إنك تمسك. أيوة. القطعة تشوفي خياطتها وتشيكي عليها عشان تقرري إنه هذه قطعة كويسة ولا لا.
لكل قطعه في اشياء معينه معايير فيها تقول لك هذه قطعه كويسه. انا حقول لك مثال واحد بس على هذا ليتس توك اباوت ذيس كوت مثلا. طيب هذا الكوت الباكا، طيب الباكا يعتبر من اكثر من 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 اجود انواع الوول اللي موجود في السوق، وهذا مره يدفي ولو تمسكيه مره ناعم، ما هو زي الاشياء اللي تحسيها خشنه وكذا. مزبوط. كيف تعرفي انه هذه حاجه مره كويسه؟ أيوة. اول حاجه احد الاشياء اللي حتلاقيه انك تفتحي من جوه شوف الخياطه كيف شكلها الخياطه. طيب الشيء الثاني حتلاقي الدبل بريست هذا اللي موجود، يقول لك انه هذا انه بعض الاشياء اللي ما حتكون كويسه ما حتلاقي فيها حتى هذا القطعه. مزبوط ما فيها البفاق. عرفتي هذا عشان تمسك القطعه مزبوط شوف التفاصيل اللي من جوه كيف الخياطه، وغير كمان انك حتلاقي الحاجات هذه تقول لك بالضبط هذا الشيء فين اتصنع وفين اتعمل، تفاصيل زي كده تقدر تفرقي فيها عن غيرك. لو عرفتي هذه التفاصيل اي قطعه ايش ما كانت تكون سواء من لوكال براند ايش ما كانت حتشتريها ممتازه. يعني صراحه خلونا نتوجه من جده عشان نحافظ على البيئه هذا ليك انت كمان. ايوه لانه يعني الناس دحين تقول لك انا حروح اشتري براند وتدفع فلوس قد كده على حاجه ممكن تكون براندد بس لو كواليتي اند ات هابنز ا لوت، وهذا شيء بيحصل كثير. أيوة. فنذهب للسوق نذهب لمعرفه نذهب للمعرفه المعرفه السوق المستعمل والمعرفه. جميل جدا نيرفانا، شكرا لهذه النصائح وشكرا لوجودك معنا اليوم خبيرة المظهر نيرفانا، شكرا لك.